السلام عليكم، شلونكم شباب؟ شو اخباركم شباب؟ جبنا طيور جدد للداية. اذني بس افحل اطبق لهم طواير. هاي خناجر، هاي طيرة خنجلية، هاي طيرة خنجلية بعدهم. بعدنا قاعد نراهم بيهم، راهمهم. وذني شوف هذا عزلته، هذا برج ثاني هو قسمته بالنص. شوفه هذا قاسمه بالنص، هذا البرج الثاني بي هيك بس في الخناجر. بعدنا هم جده جديد، هاي طايره حمراء جبتها منهم، وان شاء الله خير.